أولا وقبل كل شيء نود أن نوجه امتناننا لكل مدرس يقوم بتعليم اللغة الإنجليزية سواء في معاهد أو في المدارس، أولئك الجنود المجهولين الذين يبذلون الكثير من أوقاتهم في سبيل نشر العلم والفائدة ولو بأبسط الوسائل، من يعلمون الناس بشكل شخصي وجها لوجه وقد يتقاضون أقل الرواتب ومع ذلك هم مستمرون لأداء رسالتهم السامية. حياكم الله جميعا، مرحبا، عمر يحييكم من قناة English PT، وهذا لقاء متجدد من لقاءات يوم الجمعة. أتمنى أن يكون أسبوعا طيبا وجمعة مباركة. قبل أيام وصلتني رسالة عبر تويتر وذكرت لي مشكلتها، ومما ذكرت في السؤال ما يلي: أنا درست في جميع معاهد الرياض وللأسف دفعت ما يقارب 15,000 ريال كل معهد أدرس مستويين ثم أنقطع وأعاود في معهد آخر، وهذا سبب لتركي للمعاهد نهائيا. في كل مرة يضعوني في مستوى تمهيدي حتى أصبحت اللغة عائق لدراستي للماجستير وللوظيفة، حتى الوظيفة حرمت منها. طبعا سؤال كامل والإجابة التفصيلية موجودة في صفحة الأسئلة والإجابات لمن أراد أن يستفيد أكثر، لكن ما لفت نظري في السؤال مسألة معاهد تعلم اللغة الإنجليزية، وما هي المشكلة مع تلك المعاهد؟ لماذا قد يدرس الشخص فترة طويلة شهور وينفق أموال كثيرة ثم لا يحصل على نتائج مرموقة؟ هل فعلا هذه الطرق المجانية وعبر الإنترنت والموبايل يمكن أن تكون أفضل من تلك المعاهد التي تذهب إليها شخصيا وتدفع فيها أموالا معتبرة؟ إن مشكلة عدم تحقيق نتائج مرموقة تكمن في 3 نقاط رئيسية سأذكرها لكم في هذا الفيديو. أول نقطة وربما تكون أهم نقطة هي إهمال التعلم الذاتي. فالبعض يعتقد أنه عندما يسجل في معهد حتى وإن كان في أمريكا أو بريطانيا يعتقد أن المعهد هو كل شيء وأن الكورس أو المنهج الذي يقدمه له يفي بالغرض ويوصله إلى النتائج بأسرع وقت، لكن الحقيقة أنه حتى مع الدراسة في المعهد أنت تحتاج للتعلم الذاتي. بعد أن تقضي ساعة أو ساعتين في المعهد يجب عليك أن تقضي مثلها أو أكثر في البيت أو في أي مكان آخر. إن الدراسة النظامية ترشدك وتنير لك الطريق لكنها لن توصلك للطلاقة. يجب أن يكون لديك أنت أنشطة أخرى، يجب أن يكون لديك خطة موازية بجانب الكورس أو المنهج الذي يقدمه لك المعهد. لذلك نجد أن المعاهد المرموقة تهتم لهذه المسألة للتعلم الذاتي، فتجد أن الطالب يرجع ولديه أنشطة يقوم بها سواء قراءة قصة أو البحث واستماع لمواد أخرى. بعض المعاهد لديها مكتبة داخلية وغيرها من الأنشطة التي تعتبر من التعلم الذاتي. إذن هذه هي المشكلة الأولى والكبرى التي يغفل عنها الكثير. فإن درست في أي معهد سواء كان كيف ما كان يجب أن يكون لديك خطة موازية للتعلم والممارسة. المشكلة الثانية كما ذكرت الأخت أنها كانت تدرس دورة أو دورتين، أعتقد أنها لم تكن تحس أنها قد حققت نتائج فتتوقف ثم تنتقل إلى معهد آخر ظنا منها أن هناك مشكلة في المعهد الأول، وفي الحقيقة أن النتائج لا تظهر وخاصة في البداية إلا بعد فترة، إلا بعد عدة أشهر. فإذا كان هنالك انقطاع، يعني درست شهرين ثم انقطعت أشهر ثم درست في معهد آخر أو في نفس المعهد لمدة شهرين ثم انقطعت، هنا أنت لا تتقدم فعليا. إن الانطلاق في رحلتك لإتقان اللغة الإنجليزية مثل انطلاق السيارة أو المركبة في الشارع، ففي البداية يجب عليك أن تستمر بالضغط على دواسة البترول، فإذا توقفت أو أبعدت قدمك فسوف تتوقف مباشرة. أما إن أسرعت السيارة ووصلت مثلا إذا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، وصلت إلى البدالة مثلا رقم 4 أو 5، حينها حتى وإن أهملت قليلا هنالك اندفاع ذاتي سوف يمكن السيارة من الاستمرار لفترة قصيرة، فحينها الانقطاعات هذه البسيطة لا تكون مؤثرة. لكن في البداية يجب عليك أن لا تنقطع. هنالك معركة غربان بين الأشجار. النقطة الثالثة والأخيرة هي نوعية المعهد وطبيعة وجودة الكورسات التي يقدمها. هنالك معاهد صغيرة منتشرة قد لا تكون يعني ذات جودة عالية، لكن حتى هذه مفيدة لا مشكلة، لكنها مفيدة فيما يخص تأسيس القواعد. أغلب المعاهد التقليدية تركز على القواعد وهذا أمر طيب في البداية، يمكن أن يعني تتعلم أساسيات اللغة، لكن هذا لا يكفي أبدا.
على الأقل يجب أن يكون لديك أنشطة تعلم ذاتي أو تستمر في هذا المعهد 3 أشهر أو 4 أشهر، تؤسس لغتك الإنجليزية وتتعلم بعض الأساسيات في القواعد، ثم تنطلق من تلقاء نفسك عبر خطة تصنعها بنفسك أو تستخدم خطة جاهزة، فتتعلم اللغة الإنجليزية بشكل متكامل، يعني ليس قواعد فقط. شكرا لكم على المشاهدة، وحاولوا الاستفادة من أوقاتكم، لأن الوقت من أندر العملات التي إن ضاعت فمن الصعب أن تجد بديلا عنها. ألقاكم على خير في فيديو قادم، وإلى اللقاء.